بالنظر الى فرصة لإعادة التقييم بنسبة 95% لفائدة 10 محافظ برنامج اقتصادي، سينتقل النمو الحقيقي للنائسية للاقتصاد الكلي والميزانية لمليار دولار أمريكي، يعني واحد والمال للعالم تعقيدا وتأزما في سياق دولي وإقليم. إما الآن إلى السيد نايلي عيسى، يتفضل. مشكور. ضرورة تسريع الرقمنة خصوصا في قطاعات المالية والجمارك. بالنظر إلى تطور وضعية الاقتصادية الوطنية والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية تبعا لتوجيهات سيد رئيس الجمهورية، ستتطور المجامع الرئيسية للاقتصاد الكلي والميزانية لتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 على النحو التالي. فيما يخص النمو الاقتصادي، سينتقل النمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام من 4.1% في سنة 2023 إلى 4.4% في سنة 2024. فيما يخص احتياط الصرف باستثناء الذهب، من المفترض أن يستمر احتياط الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع، منتقلا من 69 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023 إلى ما يقارب 72 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024. قانون مالي سنة 2025 حمل في طياته إيجابيات وإيجابيات عدة، وهذه الميزانية لسنة 2025 تعد أكبر ميزانية، أضخم ميزانية من حيث تاريخ الجزائر، ولذلك سنرى أنه مهما كان فإن المواطن سيستفيد منها لا محالة، لأنه الآن الميزانية أصبحت برامج وأهداف، وبالتالي تطبيقها سيكون على أرض الواقع. شفنا في تجسيد لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال اللي كان اقترحه في الحملة الانتخابية، كاين مشاريع ضخمة كما احنا كمنتخبين، وشفنا ولاية بوليدة كاين مشاريع كبيرة في قطاع السكن، قطاع التربية، رفض التجويد على مشاريع. أظن أن الآن قاعدة التجسيد في الميدان الآن بمرافقة كسلطة رقابية على الوزارة الوصية وعلى المشاريع محلياً.